وللمزيد حول تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ورفع الأخيرة حالة التأهب القصوى مع اقتراب ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق قدس، ينضم إلينا طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية عبر الهاتف من أوسلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حالة من التأهب يعيشها النظام في طهران خلال الساعات الماضية في ظل حديث عن تحريك قطع بحرية أمريكية باتجاه الخليج العربي. بداية، كيف تقرؤون المشهد خلال الفترة الماضية وما سينتج عنه في المستقبل القريب؟ حقيقة النظام الإيراني هو معروف بسياسة النفس الطويلة، وكانت الحكومة الإيرانية خلال العقد الأخير تستغل حرب الوكالات لضغطها على القوى الإقليمية إن صح التعبير مثل إسرائيل. واليوم وتسريبات حصلت خلال الأيام القليلة الماضية أنه يعني هدايا ودعم إيراني حصل لحزب الله ول يعني منظمة حماس، لذلك كل هذه الأمور هي نوعا ما تسليط الأضواء على قوة إقليمية ووكالات إيران في المنطقة. فالنظام الإيراني يريد أن يقلل من هذا الضغط الممارس عليه من قبل أمريكا والغرب وإسرائيل بشكل عام يعني. فلذلك يريد أن خلال الشهر الأخير من حكومة ترامب أن يهدئ ويقلل من احتمالية الضربة الأمريكية إن كانت محدودة أو غير محدودة. وهو بحالة يعني متكاملة، وهو بحالة جهوزية ويعني بجهوزية كاملة، لأنه يعني يتوقع كل نوع تصرف يعني إقليمي أو أمريكي تجاهه، ولا سيما نحن نعيش الآن أياما تصعيدية كبيرة داخل إيران، وهنالك يعني مثل ما بالبداية قلت إنه النفس الطويلة إنها هي تأتي في إطار في إطار المشروع الإيراني الذي قالوا إنه سيكون هنالك انتقام صعب لمقتل سليماني. مصادر تتحدث عن نقل إيران لأسلحة نوعية وطائرات مسيرة برفقة ضباط إيرانيين إلى العراق. هل تريد إيران نقل المواجهة إلى العراق؟ أما يعني ما هو تفسيركم لهذا الحراك؟ العراق هو جزء، يعني ميليشيات إيران في العراق هي جزء من وكالات إيران في المنطقة وجزء من أذرع إيران الضاربة والتنفيذية في المنطقة. فبالتأكيد إيران لا يريد أن يجر المعركة إلى أرضه، فهنالك ضغوطات داخلية كبيرة على النظام الإيراني. العقوبات الاقتصادية خلقت نوع من التحشيد المدني ضد النظام الإيراني، دائما هنالك احتجاجات وتظاهرات ضد هذا النظام. فالنظام الإيراني بطبيعة الحال لا يريد أن يقوم بتصعيد أكثر، ولا يريد أن يعني يضع الشعوب الإيرانية في مواجهة معه في حال إقامة أمريكا أو قوة أخرى بضرب إيران. فكل هذه الأمور هي تزداد الأمر سوءا بالنسبة لإيران. لذلك تستخدم حماس، حزب الله، الميليشيات العراقية، تقوم بضرب السفارة الأمريكية، تقوم بخلق بلابل وقلاء وتغلغل يعني عسكري وفتن عسكرية بين الميليشيات وبين الحكومة العراقية، بين الميليشيات وبين يعني القواعد الأمريكية الموجودة في العراق. فكل هذه الأمور هي الآن أوراق تلعب بها إيران حتى تخفف الضغط وتقوم يعني بالتغابل غير مباشر مع أمريكا، ولا سيما إسرائيل الآن بعد ما دخلت على خط المواجهة، لأنها دخلت يعني بأسلحة ودخلت بغواصة نووية في الخليج العربي. فكل هذه الأمور هي بطبيعة الحال تخشى منها إيران، وتريد أن تسلط الأضواء على الميليشيات وتسلط الأضواء على الأذرع الإيرانية مثل اليمنيين، مثل الميليشيات العراقية، مثل السوريين، مثل حزب الله، مثل حماس، كما كانت تفعل في السابق يعني. طيب، هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية الخيار الإيراني ونقل المواجهات فيما لو حدثت إلى الأراضي العراقية؟ يعني بطبيعة الحال الأمريكيين خلال السنوات الماضية أرادوا أن أولاً يعني فرضوا على القوى الإقليمية بما فيهم روسيا خروج إيران من سوريا، وحتى شرطوا على قوة إقليمية أن تخرج إيران حتى من العراق، لكنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا خروجها من الأخير. فلذلك
لذلك اليوم أمريكا لا تريد، ما لما أقول أمريكا لا يفرق كل الإدارات، يعني الإدارات الأمريكية الحالية والمقبلة، حتى إدارة بايدن ستقوم بنفس المنهج وبنفس سياسات الوزارة الخارجية التي رسموها في مواجهتهم ضد إيران وفي سبيل تقليص الدول الإيراني في المنطقة وخروجها وتضعيفها وقطع مصادر الإرهاب. بالتالي الأمريكيين هم يعرفون يعني تغلغلات إيران ويعرفون تحركات إيران بالمنطقة ضد وجودهم وخطرا على وجودهم ووجود ومصالح حلفائهم مثل المملكة العربية السعودية مثل إسرائيل التي هم الذي هم بطبيعة الحال يعني معنيين بأمنها. طيب هناك من يرى أن أحد خيارات ترامب للبقاء في البيت الأبيض على أقل مستوى هو إعلان الحرب على إيران، وهو ما يفسر استفساره عن إمكانية توجيه ضربة لإيران وكذلك تحريك القطع البحرية إلى الخليج. إلى أي مدى يمكن حدوث هذا السيناريو برأيكم؟ يعني الحكومة الأمريكية لا سيما في الست أشهر الأخيرة وحتى بالسنة الأخيرة كانت تقلل من هذا التهديد وكانت تقلل من إمكانية احتمال دخولها في حرب مع إيران لأسباب كثيرة، منها لم يريدوا أن يخسروا الانتخابات، لكن الآن الوضع اختلف قليلا. فترامب يعرف إذا دخل أمريكا أو الإدارة الأمريكية تعرف إذا دخلت أمريكا في حرب مع إيران فستكون هنالك حكومة يعني تمرير أعمال أو تصريف أعمال تبغى، فلا تقيد بنتائج الانتخابات، هذا مما تؤكده القوانين العليا في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لدخول أمريكا بشكل كامل في حرب لا نعرف مصيره في المستقبل ماذا سيحدث، أنا باعتقادي أن هذا هو أكبر من وجود أي رئيس وأكبر من وجود أي وزارة خارجية، فهنالك مؤسسات عريقة في الولايات المتحدة هي التي تحدد مصير دخول أمريكا في هكذا صراعات إقليمية وعالمية. طيب البديل لدى بعض المراقبين هو توجيه ضربة لأذرع إيران وهي كثيرة في المنطقة، هل تتوقع أن تكون الميليشيات العراقية الموالية لإيران هي الهدف؟ بطبيعة الحال خلال الفترة الأخيرة نحن رأينا كيف تدخلت الولايات المتحدة وطلبت من الحكومة العراقية بإسناد هذا التحرك ضد الميليشيات العراقية، فاليوم الميليشيات لم تعد الميليشيات التي كانت في 2014 و15 تضرب وتفعل وحتى قامت ب يعني محاسبة المواطنين العراقيين الأبرياء، حتى اليوم كل الميليشيات هي مهددة بالوجود بالأساس، النجباء ميليشيات عصائب أهل الحرب ميليشيات حزب الله وكل الميليشيات بلا استثناء اليوم ترى نفسها مهددة حتى بالوجود، قطعوا ارتباطهم بينهم وبين المؤسسة الدينية الشيعية الموجودة في النجف، حاولوا أن يخلقوا نوع من الخلاف العقائدي وحتى السياسي بينهم وبين الحكومة العراقية، اليوم الميليشيات يقوموا بتهديد رئيس الوزراء المنتخب العراقي، فكل هذه الأمور هي بطبيعة الحال تنظر بكارثة بالنسبة للميليشيات، وهناك مؤشرات حقيقية على ضعف الميليشيات وإحساسهم بالتهديد وإحساسهم بالخوف، لذلك يقوموا بتهورات. الأسبوع الماضي قاموا بتهديد رئيس الوزراء وهذا صحيح أصلا في ظل وجود صراعات في العراق. الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم كنت معنا عبر الهاتف من أوسلو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.